يوم الحب عند الجالية السورية في لندن تحول إلى يوم لذكرى القتلى الذين سقطوا بنيران النظام السوري في ثورة المطالبة بالحقوق المدنية المشروعة التي يناضلون من أجلها منذ 11 شهراً. أطفال وشباب وأولياء الأمر اصطفوا على جسر ويستمنستر قرب البرلمان البريطاني حدادا على الذين قتلوا ولدعم المحاصرين في معظم المدن المنتفضة. هذه لحظة صعبة جدا على السوريين، ولكن الفكرة الأساسية من الثورة هي الأمل وهي الحب، وهي أن يعني نسجي شعبنا جزءا من الحب الذي قدمه لوطنه ونعبر عنه بهذه الطريقة الجميلة. لافتات حملها السوريون وعليها أسماء أشخاص اختفوا أو قتلوا تعبيرا عن تعاطفهم مع أهالي الضحايا للتذكير بأنهم غير منسيين في ظل تصاعد وتيرة القتل التي يمارسها النظام. مجموعة من البالونات الحمراء تحمل عبارة أحب سوريا انطلقت في سماء لندن كرمز ليوم الحب مع نثر الورود والزهور في نهر التايمز. هو كان عمي الله يرحمه توفى أو انقتل بأحداث حما يوم 82، فنحن جايين اليوم نتذكر شهدائنا من أيام حما، مجزرة حما ب 82 وشهداء هي الثورة. أنا جيت لهون مشان ساعد الناس بسوريا اللي عم تموت وأبوهم عم يموت وأمهم عم يموت وبدي أساعدهم وما أعرف شو أعمل. طريقة بسيطة هي أقل الممكن للجالية السورية في بريطانيا للتعبير عن تعاطفهم ودعمهم لأهلهم في الداخل السوري ولإعلان رفضهم سياسة القمع وزهق الأرواح منذ 11 شهرا على الأراضي السورية. مصطفى زارو، العربية، لندن.